عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. اليوم مع الأخوة من هيئة البيئة عندهم حملة لمكافحة حفار ساق التين في أشجار التبلدي في وادي حشير، وإن شاء الله تتوسع هذه الحملة لتشمل حفار ساق التين في كل الأشجار أو هذا الوادي بأكمله حتى تكون البقايا شاملة وكاملة. الاستراتيجية اللي اعتمدوها الأخوة البروتوكول في التعامل مع حفار الساق وتنظيف أماكن الإصابة، وبعد التنظيف سيتم رش دواء معين ووضع مبيد فطري مع ربما يكون مع الطين أو مع مادة أخرى مثل النورة أو هكذا. بعض الأشجار فيها إصابة 20% أو 15% من الساق، فتم إزالة كل هذا الجزء الميت من الساق، وبعض الأشجار لا زالت في المراحل الأولية. نتمنى أن الحملة هذه تستمر وتشمل كل ظفار بإذن الله تعالى. المكدسة هنا طلعوها من هناك. أبو أحمد، من متى بديتوا؟ الأخ سعيد من هيئة البيئة. حياك الله. بدينا من يوم الأحد. الحد؟ أيوة. كم يوم ان شاء الله بتكملوا؟ الى يوم الخميس، وان شاء الله الحملات مستمره باذن الله تعالى. بعد ما نخلص منها بنتقل لموقع ثاني. ما قطعتوا شيء من خشب هذا الشجر؟ ما قطعنا ولا شيء من اللب، قطعنا الشارة كلها انطفناها وعملنا عملية هذيك كثير يرقات؟ تقريبا ما يقارب ال 100. 100؟ ايوه ان شاء الله. الله يستر. من كافة انواع الحشرة. وهذا الجزء العلوي الاحمر؟ الاحمر بنقطعه ان شاء الله. ان شاء الله نحاول نوصل له نقطعه. احسنت. جزاك الله خير. حياك الله.